بنجدد تحية لكل اللي عم بيتابعونا. نحن وانتم مشاهدينا وصلنا عند الفقرة اللي من خلالها بدنا نوقف عند الشباب ودورهم بالمجتمع. الشباب ما بيكتفي بالمكان الوظيفي اللي بيشتغل فيه، لا، انما بيحاول قدر الامكان انه يكون فاعل ومنفعل بان واحد. ضيفتنا الشابة بحلقة هذا اليوم ما عم تكتفي انه هي عم تشتغل بواحدة من المؤسسات، لا، انما هي كانت فاعلة بشكل مباشر بطريقة انه كانت عم بتشارك بالكثير من المحاضرات اللي عم تقام بمديرية التدريب والتأهيل لما كانت تسمى التدريب والتأهيل. لما صارت مديرية التنمية الإدارية ما اختلفت الوظيفة كثير، وإنما صار في كثير من الأعمال والأعباء الملقاة على عاتقها بشكل أو بآخر. خلونا نحن وأنتم مشاهدينا نوقف عند الدورات اللي عم يخضعوا لها شبابنا موظفين أو غير موظفين. خلونا نوقف عند الطريقة اللي من خلالها عم نقدر ندرب ونأهل شباب قادر على خوض سوق العمل بشكل أو بآخر. خلونا نوقف عند البروتوكول والإتيكيت، هو اختصاص ضيفتنا لهذا اليوم، وكانت قد ألقت أكثر من محاضرة بهذا المجال. قد يكون بروتوكول وظيفي او اتيكيت منزلي او غيره. نحن وانتم بدنا نتعرف على التفاصيل اكثر من خلال استضافتنا لجريس ابراهيم. اهلا وسهلا فيكي، سعيدين بوجودك وبتلبيتك للدعوه. ميرسي كثير الكون، وبدي صبح عليكم صبايا وعلى الكادر وعلى كل المشاهدين اللي عم يحضرونا اليوم. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي يا جريس، نورتينا ونورتي شاشه اوغاريت. بداية بدنا نحكي مثل ما قالت زميلتي عبير انه اول شيء بلشتوا كمديريه، مديريه التاهيل والتدريب. طبعا ناخذ هيك لمحه موجزه من حضرتك. مديريه التدريب والتاهيل، نحن جهه حكوميه سوريه منتبع للسيد محافظ اللاذقية، نهتم بتنميه وتطوير الموارد البشريه اللي بتشتغل او اللي بتتبع لجهات الاداره المحليه بالمحافظه. نحن بنطمح بشكل دائم انه نقدم للعاملين مستوى أداء متميز لنحقق الهدف اللي نحن بنتمنى، اللي هو تقديم أفضل خدمة للمواطنين. هلأ جريس، يمكن الناس بتوقف هون عند هي الفكرة بالذات، نحن ما كل اللي بيدخلوا لسوق العمل هن مدربين أو مؤهلين. هلأ نحن بنعرف أنه في بشركات معينة تدفع مبالغ كتير كبيرة لتأهيل الكادر أو لحتى نحن نقدر نعمل السكيلز اللي نحن بدنا إياهن لحتى تقدر الشركة أنه تتقدم. شركاتنا الحكومية وعيت هذا الأمر من فترة مانا قريبة، من فترة بعيدة، وصار فعلا في عنا تأهيل. شو هي أكثر الأمور اللي أنتم كنتوا تركزوا عليها من خلال الدورات؟ بنعرف دائما اللغات الأخرى مطلوبة، دائما الكمبيوتر، ولكن في علوم تانية ما هي جديدة على الساحة، وإنما بس معنا كتير متداولة أو ما معروفة. نحن بمديريتنا كنا نشتغل على 4 محاور. المحور الأول التدريب الفني الخاص بالمهندسين بكافة الاختصاصات مثل تنظيم العمراني، مهندس بالمشروع، وكثير غيرها من الأمثلة اللي هي بحر واسع باختصاصات الهندسة. المحور الثاني اللي هو التدريب اللغوي، بندرب فيه اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية من المستوى الأول للمستوى الثاني وحتى المستوى المتقدم. والكمبيوتر بيشغل المحور الثالث بشغلنا، نعتمد فيه على دورات الأوتوكاد والآي سي دي ال والإنترنت وغيرها من الأمثلة. هدول حصرا للموظفين؟ بيقدر حدا غير موظف يخوض بدورة من للموظفين؟ وكمان بنشتغل على المحور الرابع برأيي والأهم، اللي هو تنمية الموارد البشرية. اللي نحن بنشتغل فيه على تنمية العقل البشري بدورات بجد متميزة كنا نعملها بالمديرية، وكنا نلاقي أثر الإيجابي بشكل فوري على المتدربين. وأهم هذه الدورات هي مهارات التواصل وفرق العمل وحل المشكلات، وبحر غني بهذه الدورات. أكيد. هلا اكيد جريس، يعني انه تنميه وتدريب وتاهيل كوادر موجوده بمديريات حكوميه امر ما سهل ابدا، طبيعي، لانه فئات مختلفه، شرائح مختلفه، اعمار مختلفه. يعني احكي لنا اكثر انه كيف كان العمل مع هي الشرائح، مع هي الفئات؟ يعني كان في صعوبه؟ كيف عم تتلقى الناس هي الدورات او هذا العلم؟ اول شيء نحن لما كنا نبلش نحط اعلان عن الدورات ينزل بالمديريات التابعه لجهات الاداره المحليه او الجهات الحكوميه، في عالم سبق يكون عندها فكره عنها تجي فورا وتسجل، بس في اشخاص يكون عندها دافع حب للمعرفه لانه تتعلم اكثر، تكتسب اشياء جديده من الحياه، فكانت تجي على المديريه تسال وتستفسر، بعدين تجي تسجل وتحب الشغل بمديريتنا لأنه كان عن جد نافع دائما، وبيكسبوا للشخص مهارات بتساعده على مستوى حياته أنه ينتج ويقدم أكثر وأكثر. شو هي الطريقة اللي كنتوا تتابعوا من خلال المتدربين لحتى تشوفوا قديش قدرتوا تأثروا بمسيرتهم المهنية؟
يكون نحن عنا دائما كل فترة نحن بنقيم شغلنا كيف كنا قبل ولوين وصلنا. بعدين نحن عنا موقع على الفيسبوك على المديرية مننزل فيه أخبار دائما المديرية شو جديدنا شو عم نشتغل وشو عم نقدم. بعدين كان دائما من خلال الدورات اللي نحن عم نقدمها نلاحظ المستوى اللي وصلوا له المتدربين. فمثلا مثل دورات الإنجليزي بلشنا مستويات الأولى، نرجع نعمل قبل ما نبلش بأي مستوى تقييم عن المستوى الجديد ومنشوف هيدا الفرد يا ترى تطور أداؤه بيبقى بالمستوى نفسه، تطور أكثر منعلي المستوى ومنبدأ مراحل جديدة. طيب من خلال الموظفين والناس يلي تبعوا هاي الدورات وهي العلوم يلي عم تقدموها حضرتكم كمديرية، يعني كان في نوع من الغيرة أو نوع من التشجيع؟ مثلا بيكون موظف بيتبع هاي الدورة فأحيانا مثلا رفيقه أو زميلته بيصير عنده هيك نوع من الفضول، يعني صار معكم هيك قصص؟ لكن بيبدأ التسجيل عند كل المديريات، فإله هو فترة محددة بيجوا الأغلبية بيسجلوا، وقت اللي بيخلص وقت التسجيل بيبتدوا بقى. أنا إذا بتريدي ملحقت لو سمحتوا خلص نحن وقت التسجيل ممكن نمدد أكثر، بيبتدوا بقى طلبات من المديريات بأنه نزيد عدد المتدربين ونضمهم للوائح الموجودة عندنا. أكيد، لأنه نحن هدفنا أنه دائما نقدم أكبر خدمات عدد ممكن ونكتسب أشخاص أكبر وأكثر. وقت اللي تغيرت المديرية للتنمية الإدارية بتحسي أنه هي صارت أعمالها تقتصر على المفاصل الإدارية ولا بقيت عم بتأدي نفس المهام الوظيفية؟ لا تغيرت، لأنه كنا نحن تدريب وتأهيل وصرنا تنمية إدارية. والتنمية الإدارية هي عملية التغيير الجذري اللي نحن بالنظم اللي نحن بنشتغل عليها بالهياكل حتى بأنماط السلوك اللي نحن بنتصرفها، وهي الجهود اللي نحن دائما بنبذلها بشكل دائم لحتى نطور الجهاز الإداري ونحقق الغاية اللي نحن عم نشتغل كرمالها، هي رفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية بالعمل. يعني نحن بنجيب أو كموظفة، أنا كموظفة بالمديرية بيتقدم لي أفضل المهارات والكفاءات لحتى أبدع وأعطي بشغلي مستويات عالية لحتى أشتغل لهذا البلد وطوره. طيب جايز حكينا عن الكوادر الموجودة عندكم بالمديرية، يعني كوادركم قدي عددها، يعني شو هي مثلا خلينا نقول الشهادات يلي ممكن بكل شخص أنه يكون حاملها؟ أنه شو نحن 18 موظف بالمديرية، الشهادات والاختصاصات الموجودة شهادة عليا بالإدارة من المدير والنائب، وبعدين اختصاصات بالهندسة والتجارة واختصاص كمان في بعلم النفس وغيره، مثلا أنا معهد تجاري وهيك. بس دائما في استعانة بخبرات أثناء التدريب، بتصور أنه في استقدام لخبرات خارجية؟ طبعا نحن مثل ما بنعرف هلا نحن ببدايه عمل التنميه الاداريه، فاكيد في اشخاص عندهم خبره دائمه، فنحن بنسال وبنستشيرهم لهالخبرات لحتى دائما نقدم. هن بيعملوا هي الدورات التدريبيه هدول الخبرات؟ لا، نحن بنشوف نحن شو بحاجه. مثلا نحن هلا ما تنميه اداريه، بدنا نشتغل على مشاريع جديده بالعمل، فبنشوف اشخاص مدربين وعندهم خبره متميزه بمجال المشاريع، بنعمل مثلا دوره مهندس بالمشروع لحتى نقدر نحن نتعلم إدارة المشاريع بشكل جيد لنقدم أفضل الخدمات. أكيد بعد ما صرتوا مديرية التنمية الإدارية في أهداف يعني لازم تتحقق أكثر من وقت ما كنتوا مديرية تأهيل وتدريب، ومختلفة أكيد هي الأهداف، حكينا عن أهدافكم. شيء طبيعي، نحن كمديرية تنمية إدارية نحن عنا أهداف لازم نحققها لحتى نواكب عملية التطوير يلي نحن عم نعيشها هلأ، فمن الضروري أنه ندرس كافة احتياجات الجهة العامة ونطورها، وبعدين ننشر مفهوم الوعي للمعرفة الإدارية عن طريق ورشات العمل والندوات والمحاضرات والدراسات التخصصية. ومن أهدافنا كمان التخطيط والتوجيه والتقييم المستمر للأداء الإداري لنحقق الغاية المرجوة اللي هي إدارة ممتازة للموارد. كتير حلو غريس، خلينا ننتقل لعندك أنت شوي. هلا يمكن عملك بالمديريه بيفرض عليك معطيات او جدول عمل معين عم بتاديه، ولكن لما بدنا نسال عن الميول او الاهتمامات بنحس انه هي بتصب البروتوكول والاتيكيت. احكي لي عن هذا الاهتمام بالدرجه الاولى قبل ما ننتقل للمحاضرات اللي كانت باكثر من مكان مثل ما بتصور. تماما، هيدا الميول بتحسيه فطري، ببلش مع الشخص هيك من جوا، ترتيب، اهتمام بالتفاصيل الصغيرة بالحياة،
كمشوار بدي رتب له كل أموره وتفاصيله، نازلة على الشغل بدي اهتم بمكتبي، جدول ورائي رتبها نظمها لوصل بالأخير التفاصيل العامة اللي هي أنا شكلي ترتيبي طريقة تصرفي قدام المدراء قدام الأشخاص الجدد اللي نحن عم يجوا لعنا على المديرية. فكان أنا بالنسبة لي فطري مانو مكتسب، هيدا حب البروتوكول والإتيكيت. شلون طورتي مهاراتك فيه؟ نحن بنعرف إنه في مدارس بسويسرا بتدرس الإتيكيت، فعلومة ما هي بالسهلة، هي علم سهل ممتنع، وكتير في دورات كانت عم تقام على مدار العام بالمدن السورية كافة، عم بتعلم علوم الاتيكيت من ابسط امر. يمكن هلا نحن بنقول انه قد تكون فطريه، ولكن في كثير امور بدها دراسه طبيعي. فانا بدي مصادرك من وين؟ انا ابتديت اول شيء بلكي كانت سر، يعني ما بدها تخبرنا ابدا، ما سر مشان كل العالم هلا تعرف اسماء المدارس السويسريه موجوده. لا انا ابتديت بلشت اول شيء عن الانترنت اقرا شوي عن المديريه. وقبل الانترنت بل عملنا بالمديرية نحن دورة اسمها دورة توجيه الموظف الجديد. من خلال مواضيع كان في موضوع البروتوكول والإتيكيت كتير لفت لنظري واهتمامي. لما شاف السيد مديري اهتمامي لهذا الموضوع، كان في بالمعهد الوطني للإدارة العامة دورة اسمها بروتوكول والإتيكيت، حضرتها لحتى أغني معلوماتي أكثر. جبت الكتاب صرت أقرأ واهتم فيه أكثر وأكثر، طالعت على الإنترنت اكتسبت المهارة اللي هي اقدر انا اكتشف اكتر واكتر عنه ودرب عنه للبروتوكول والاتيكيت. واعطاني السيد المدير اول فرصة لحتى درب واعطي هيدا الموضوع بالمعهد الوطني للادارة العامة، كانت اول بداية لي. والبداية الثانية الخطوة الثانية كانت بدورة توجيه الموظف الجديد اني انقلهم هيدي المعلومات والمهارة المتميزة برأيي بشكل رائع. حتى هي جريس بتلزم بالحياة اليومية، يمكن شيء طبيعي بالعمل الوظيفي بتلزم، بالبيت بتلزم. يعني أحيانا نحن بنصفن بنقول هي أمور نحن بنعرفها شوي من أجدادنا، بتحسي أنه هي يعني قد تكون موجودة ولكن تحتاج لشوي من الرعاية والتوجيه. تماما. بطريقة أو بأخرى. مثلا أبسط مثال، بالبيت جاي لعندك أنت عزيمة، بدي أحط الطاولة، كيف بدي رتب الصحون، وين بدي أحط المعل أو الشوكة، كيف بدي أقدم أنا الأكل لضيوفي، شو المواعيد، كيف الطريقة، إمتى لازم أنا أحط لهم الحلو، وين بأي ركن من أركان البيت، إمتى لازم أنا أقدم لهم قهوتهم، كيف لازم الطريقة اللي أنا استقبلهم فيها للناس، كيف بدي أعرف الأشخاص ببعض، أنا بدي أعرفك عن حالي وأعرفك على الأشخاص الموجودين عندي بالبيت. في كمان إلى طريقة، يعني هذا كله علم، علم بحد ذاته عن جد رائع، وبتمنى من كل الناس تعرف عنه وتستفيد منه. أكيد حتى يعني مو بس بأمور المنزل والبيت نحن بحاجة لهذا الإتيكيت، أكيد نحن أيضا بحاجة له لكل موظف جديد يعني دخل مديرية جديدة سواء حكومية ولا خاصة، في شيء يعني نوع من الإتيكيت بالتعامل مع مديره، مع الموظفين الجداد، مع كل الشغل اللي موكل إليه، يعني هي قديه نحن كتير بحاجة إلى الموظفين خصوصا. تماما. يعني انا هلا كشخص ابتدى شغله بالمديريه الجديده لازم فوت اعرف الطريقه اللي انا بدي احكي فيها مع تماما مع مديري، مع الاشخاص اللي انا موصفه معهم قاعده كل يوم وجهي بوجههم، لازم اعرف طريقه حديثي معهم، انتبه لقعدتي لكلماتي، احترم مشاعرهم لحتى هن بنفس الوقت يحترموا مشاعري. عن جد البروتوكول غني بالمعلومات. هلا جريس، كان في جهات تانية انت عم تتعاوني معها بالقاء محاضرات بعيدا عن مديريه التنميه الاداريه؟ لا، كل الجهات كلهم ضمن المديريه، كلهم ضمن المديريه، بس ممكن يكون في جمعيات او نشاطات اخرى. يعني كونك حريصه على هذا المجال انه انا بقدر اكون مشاركه فيه بس باكثر من مكان. تماما. حاليا يعني اي نشاط اجتماعي ممكن. تماما. انا حاليا عم حاول اشتغل على هيدا الموضوع وانه اطور واقدر اعطي هيدي المهاره لاكثر من شخص او اكثر من جهه، بس كله طبعا بيتم عن طريق مديريتي، بنسق معهم وبقدم شغلي بالشكل الامثل اذا الله راد. طيب هذا البروتوكول والاتيكيت قد ايه ساعدك انت باجوائك العائليه؟ يعني انه شيء مريح جدا انه تعرفي تتعاملي مع الناس، مع الاخرين، مع اصدقائك، اكيد رفقاتك هن فخورين فيكي اكيد.
ميرسي، كثير مريح وكثير مهم. هلا بدنا نحيي اللي معك بالاستوديو اليوم لانه اخوات اشتغلوا اليوم يعني بدي اقدم لهم عن جد كل التحيه، هن الدعم الكبير لإلي يعني انا ما فيني بحس هن ما بعرف انا زدت انه زادوا حسيت زادوا المصورين عنا بالاستوديو في شيء هن الدعم الكبير وما فيني بلاهم، نحن ثلاثه ايد وحده وكلمه وحده اكيد. جريس خلينا هلا نحكي عن الطريقه اللي انا من خلالها بقدر كون فعال، بقدر اعطي علوم جديده، بقدر افتح افق جديده امام شباب متدربين. احكي لي عن الطريقه اللي من خلالها بتحاولوا قدر الامكان تدوروا على مواضيع جديده. هلا نحن كنا كثير نتصفح فنحس انه ايه كثير تمام، في شيء عم يحكي عن كيف انا ممكن اعمل السي في تبعي، في شيء عم بتعلمني مهارات تواصل مع الاخرين، في شيء بيعلمني انا اكون شلون اكون فرد فعال ضمن مجموعه، لانه نحن كنا شوي بعيدين عن العمل ضمن مجموعه، نحن بتعرفي شلون ميالين انه نعمل بشكل منفرد. ففي موضوعات بتحسي انه ايه كثير حلو البحث عنا كافكار وتلقينا كعلوم، او البحث بالمهارات لحتى نحن نقدر نوصلها للاخرين. هون نحن رايدين نوقف طريقة البحث، طريقة تعلم هالمهارات، الطريقة اللي من خلالها بتشوفوا كل مؤسسة شو محتاجة لحتى نحن نقدم الخبرات والمهارات المطلوبة. نحن ابتدينا كشغل بالمديرية، ابتدينا على مهارات التواصل. مهارات التواصل شو بتعني؟ بتعني انه نحن انا اعرف كيف بدي اتفاهم مع الناس والاشخاص اللي حوالي بطريقة مهزبة أقل الإيمان، لأعرف شو أنماطهم بالحياة، إن كان هو هذا الشخص نمطه بصري سمعي حسي، لأقدر أنا وصل له أسلوبي عن طريقه هو. بعدين بيجينا لما نتعرف على فريق العمل. فريق العمل شو يعني؟ فريق العمل يعني نشتغل كلياتنا إيد وحدة، نخطط مع بعضنا لنوجه. أنا ميولي مثلا إدارية، بكون مشرف، شخص بحب الشغل بنحطه منفذ للمشاريع وهيك. وبعدين منجي بقى كل شخص بيستلم مهمته بمشروع المديرية وبيجيب هالمعلومات والأفكار. مثلا أنا حابة أحكي عن حل المشكلات، بندرس أكثر، بنكتسب معلومات عنا بجمعها بحطها بملف. الشخص الثاني بيجيب أكثر عن مهارات التواصل بحطها كلياتها بملف، وهيك بنقدم كلياتنا ملفات بيطلع عنا أفكار كثيرة. بما أنه فريق العمل ما بيكون شخص واثنين، طبعاً بيكون أكثر من 5 أو 10 أشخاص، فكلياتنا بنقدم أفكارنا بصير مجلد كبير وبنشتغل عليه لنقدم أفضل النتائج. طيب جريس، هي الدورات وهي المهارات وهي القصص كلياتها عم تكون فيها ضمن المديرية حصرا ولا لا؟ ممكن أنتوا تبعتوا أشخاص لضمن المديريات الأخرى لحتى تقوموا بهي الدورات؟ هلا نحن بيبلش الشغل من المديريه، بعدين مثلا مكان القاء المحاضره او تقديمها او شيء بيكون اوقات بمديريات اخرى حسب المديريه. هلا زميلتي من فتره قدمت موضوع عن التحفيز الوظيفي بمديريه المياه، يعني ما بيقتصر بس شغلنا بالمديريه، لا بالمديريه، بنقابه المهندسين اكيد نحن بحاجه لهالانتشار، بنقابه المهندسين بنقدم كمان الدورات، ما بس للمهندسين، دوره الموظف الجديد نحن كمان بنعملها بنقابه المهندسين، بالصحه، بمديريه الاوقاف، يعني نشاطنا لا بالمديريات ما بس مقتصر بمديريتنا. على ارض الواقع جريس، بتحسي انه في حب عند الشباب الموظف لهي الدورات التعليميه التدريبيه عفوا، ولا بيعتبروا انه هي مثل شيء محطوط بالأجندة عندنا بالوظيفة أنه نحن هذا أمر لازم نتبعه؟ أول شيء ببلش عندهم أنه متململين، ما كتير حابين المواضيع، بس أسلوب المدرب وطريقة تفاعله مع المتدربين، وحتى كمان بيرجع السبب للموضوع، بيرغب الأشخاص وبتشوفي إقبالهم عن جد غير عادي. أول يوم بيكون 5 إلى 6، ثاني يوم 10، ثالث يوم 15، بعدين بصيروا 30 متدرب، وآخر شيء عن جد بختام كل دورة منلاقي الفرح والحب. بس بتلاقي أول فترة شوية زرابين ما بدهم إجباري، هيدا المتململين خصوصا يعني هدول الموظفين الكبار بالسن. يعني هلا نحن أكيد بنقدم لهم تحية، هن فنوا عمرهم بهالوظيفة، بس أكيد لازم يغيروا أفكارهم، هذا اللي عند الموجود فيهم، يعني نغير برامجهم العقلية. إحنا ما منلومهم لأنه هو عن جد مفهوم التنمية البشرية كتير مفهوم جديد وما كل العالم بتعرف عنه، فهذا عن جد مبهم ولازم كل الناس تتعرف عليه وتتابعوا أكتر لهيدا الموضوع لأنه عن جد بغاية الأهمية. نحن هذا موضوع النقاط لازم يكون مطبق مو بس بمديرية الصحة، مؤخرا صارت تطبق موضوع النقاط الطبية، أنه قديش تحضر مؤتمرات أو قديش بتشارك بدورات، هذا الأمر لازم يكون مطبق بكل مؤسسات الدولة، لأنه مو معقولة أنت تتوظفي بشهادة
شهاده او خبره معينه تبقى معك نفس الخبره كل العمر. تماما. البلد عم تتغير، العلوم عم تتجدد، في كثير امور لازم نكون مطلعين عليها وبنعرف تفاصيلها بشكل او باخر. لكن نحن هلا عن جد بظل هذا العصر اللي هو عصر التكنولوجيا، أثبتت الدراسات أنه العنصر البشري هو الركيزة الأساسية بعملية التطور، منشان هيك لازم نحن دائما نشتغل على العقل البشري طبعاً. ونطوره ونوعيه ونقدم له كافة الخبرات والمهارات لحتى يحقق نتائج مذهلة بالحياة. مثل الموبايل كلياتنا معنا منه، كقيمة معدن شو قيمته؟ ما بتطلع 3 أو 4 دولار بس لأنه الإنسان هو اللي أبدع بخلقه وبإنتاجه، ما قيمة أي موبايل هلأ تحت 300 دولار، فقيمته معناتها كتير عالية، فقيمة العقل البشري لا تقدر بثمن. أكيد أنجح أنواع الاستثمارات هو الاستثمار بالإنسان، هو الرسالة اللي أنتم عم تعملوها كمديرية تدريب وتأهيل أولا وتنمية إدارية ثانيا. أنا بدي وقف عن طموحاتك، أنت جريس شابة طموحة عم تتعبي وعم تشتغلي على كتير من المهارات اللي أنت حابة أنه أنت توصليها للآخر، هي النقطة بدي وقف عندها. هلا انا علمتني المديريه وخلتها صار حب جواتي. ما حكيتي لي عن المديريه، قديش عمرك الوظيفي؟ انا عمري 3 سنين. هذا الكلام بس يعني مثال الموظف المحبه المخلصه لمديريتها. عن جد بتمنى تجوا لعنا على المديريه وتشوفوا الجو الراقي والمحترم اللي بخليكي تحبي العمل. هلا بتعزمينا على الناشف، قولي لنا في مثلا دوره عن المهارات الوظيفيه، لان لك ايه اوكي دوره عن المهارات الوظيفيه تكرم عينك. دوره عن اللي بدك يعني انت بس المهم تفضلوا. الله يخليك. عن جد يعني تعلمت بالمديريه انه نحن نشتغل على الانسان، الانسان اللي هو قادر يعمل اي شيء، القادر يبتكر من الحجره الصغيره اشياء كثير عظيمه وكثير كبيره، لانه نحن كثير اشخاص فعالين ومبدعين. حاجة نقعد كسولين ومهملين لحالنا، خلينا نطلع بس لنص الكاسة المليان ونشتغل ونأبدع بهذه الحياة، لأنه عن جد نحن بنستاهل أنه نكون أشخاص متميزين متميزين وفعالين يعني بهذا المجتمع. تماماً أكيد تماماً، لأنه عن جد بلدنا بتستاهل أنه نحن نقدم الكثير. حاجة بقى تعبت خلينا نقدم لها اللي نقدر عليه وزيادة كمان. هلأ أنا بدي أحكي عن التواصل الاجتماعي، قديش مهم لما بيكون في عنا شاب عم يحمل هاي الطاقة الإيجابية وقادر إنه يعزز وجوده بشكل إيجابي بالمجتمع الصغير تبعه، بالمجتمع الكبير إن كان وظيفة أو أي شيء مجتمعه الكبير. فقديش أنت بتحسي إنه أنت ممكن تكوني مؤثرة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي بإعطاء هذا التحفيز أو هاي الطاقة أو ربما الرغبة لآخر ممكن يكون عنده شيء حابب يقدمه بس ما عم يعرف شلون؟ هلا انت لما بتقدمي لهم للاشخاص ان كان عن طريق التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر او اي لغه ثانيه او عن طريق كلاميا او بتعابير وجهك، لما بتقدمي له هاي المسجات الصغيره هو رح يتاثر اليوم من كلمه، ثاني يوم من موقف انت بتتصرفي قدامه بكلمه، بعدين هو شوي شوي رح يصير يتاثر منك، رح يتابع، رح يهتم للمواضيع اللي انت بتحكي فيها ويصير يدرس ويتابعها ويهتم فيها لحتى يكتسب هاي المهاره اللي انت موجوده عندك. خصوصا يعني مهارات التواصل الاجتماعي مو بس الموظفين هن بحاجه لها، اكيد يعني الدور يعني الشباب الجيل الجديد خصوصا الجامعات اللي عم يتخرجوا جديد ايضا هن بحاجه كثير لهذا التواصل الاجتماعي لانه منطلقين لحياه جديده، حياه عمليه. خلينا نبلش ما بس من الشباب والموظفين الكبار، خلينا نبتدي من الطفل. تماماً. الطفل أكيد. اللي هو رح يعمل هيدا الجيل الجديد اللي نحن هلا حاليا عم نعيشه، خلينا نعمل له مهارات تواصل، خلينا نعمل له تفكير ايجابي، ذكاء عاطفي لحتى يبدع وينتج، حتى لما يصير هو شاب لحتى يعلم لهي الثقافه لكل الناس وتنتشر وتصير على مستوى اكبر بكثير، لحتى نحن كاشخاص نصير كبار نشوفها كتير طبيعية وكتير عادية. خلينا نستغل وجودك اليوم جريس لحتى تخبرينا عن مشاريعكم القادمة، شو بدك تقولي لنا؟ شو هي مشاريعكم من هلأ لبداية العام الجديد؟ بقيان عنا شهر، شو في عندكم نشاطات خلاله تقريبا؟ حاليا نحن عم نشتغل شهرين مو شهر. تماما. حاليا الله راد نحن عم نشتغل لحتى نزيد الوعي لعند الناس بمفهوم التنمية الإدارية.
وكمان بدنا نشتغل لحتى نطور المفاهيم الإدارية الموجودة عندنا، نزيد المعرفة لها أكثر وأكثر، ونشتغل بطاقة المعلومات اللي هي لغة العصر ومبسط الإجراءات عن طريق مشروع الحكومة الإلكترونية. ولازم نقترح نحن كمان بشكل دائم حاليا تحديث لتشريعات العمل والعاملين لحتى نواكب طموحات وآفاق المرحلة الحالية اللي نحن عم نعيشها. أكيد جريس، نحن كتير سعيدين بوجودك اليوم معنا، حابين نسمع من حضرتك كلمة أخيرة. حابة أقول لكم أنه نحن كمديرية عم نشتغل على الإنسان، لأنه مثل ما بتعرفوا بناء البشر أهم بكتير من بناء الحجر، ولنقدر نبني ونعمر سوريا لازم نطور كفاءاتنا ونزيد مستوى خبراتنا لتبقى سوريا فخر لكل السوريين الموجودين بكل أصقاع الأرض. أكيد جريس، بدنا نتشكر حضورك ونقول لك أهلا وسهلا فيك. بنتمنى أنه كل شبابنا يكون عم يحمل هي الرسالة، وبس يصير عنده هي الخبرات والمهارات يبقى هون ليعمر هون. أكيد إن شاء الله. إذا سعيدين بوجودك، أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. مرسي كتير. أنا بدي أشكركم على هالاستضافة الحلوة أنسة زينة ومدام عبير، وبدي أتشكر كل فريق العمل اللي تعب معنا اليوم. وبدي بدي أتشكرك إليك واللي إجوا معك كمان، رفقاتك اللي مرافقينك. بدي أقول لهم عن جد تصويرهم بروفيشنال، مو معقول الزوايا اللي أخذوها. بدي أقول للمخرج أخواتك، أخواتي قال لهم أكيد تحية، بكرة بدنا نغير محل الكاميرا إن شاء الله. إذا الله يراد. وأنا بس حابة من خلالكم أقدم شكر كتير كبير لفريق العمل بمديرية التنمية الإدارية، وخص بالشكر الأكبر الجندي المجهول بالمديرية السيد مدير التنمية الإدارية الأستاذ عبد الله بيطار، وشكرا كتير لكم. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا، وإن شاء الله يا رب نستضيفك بحلقات جديدة. شكرا كتير لوجودك معنا. مرسي لكم. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية.